صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جاءنا شخص يريد الدخول في الإسلام، فهل نسأله أولا ماذا يعرف عن الإسلام، أم أننا نتركه ينطق بالشهادتين بدون سؤاله عما يعرف عن الإسلام؟ لا، من قال أنه لازم تسأله عن الإسلام ماذا يعرف؟ إذا جاء يريد الإسلام تأمره بالنطق بالشهادتين، تأمره بالصلاة والزكاة وأركان الإسلام، تشرح له وتبين له شيئا فشيئا. أما أنك تلقي عليه أسئلة وتأخر نطقه بالشهادتين، وربما أنه ينفر من ذلك، فلا تسأله عن شيء. نعم.